بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. باستشهاد سيدنا ومولانا وأميرنا علي بن أبي طالب عليه السلام، هناك بعض الأخوة والأخوات يبعثون برسائل حول قضية الشعور بالوحشة، يعني بمعنى مرأة يخرج زوجها من البيت وتبقى هي فقط في البيت فتشعر بالوحشة، وتأتيها أفكار غريبة، وربما يتهيأ لها سماع أصوات وأشياء إلى غير ذلك. فماذا تفعل؟ ربما رجل يخشى أن ينام لوحده في الليل، أهله غير موجودين، ربما قد بعث بزوجته وأولاده إلى بيتهم أو إلى بيت أحد أقاربهم فيبقى وحيدا في البيت، فكذلك يشعر بالوحشة، أو إنه يخاف من شيء دائما وأبدا، حتى لو كان أهله معه هو يعيش حالة الوحشة والخوف من شيء مجهول لا يعلمه، فيعيش حالة الأرق المستمر عند الليل، وفي النهار يشعر بالكآبة والحزن الشديد. كيف أتخلص من ذلك؟ أو إن فلان دائما وأبدا يتذكر الماضي ويتذكر الموتى ويتذكر إلى غير ذلك ويشعر بالوحشة ويعتقد أنه سيموت، أو إن كل شخص أصيب بمرض إذن هو كذلك سوف يصاب بهذا المرض، يشعر دوما بأنه سيموت قريبا إلى غير ذلك. كيف نتخلص من هذه الأمور جميعا؟ رجاء استمعي. روى الشيخ الكليني في كتابه القيم الكافي بسنده عن ابن المنذر قال: ذكرت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام الوحشة، فقال الإمام الصادق عليه السلام: ألا أخبركم بشيء إذا قلتموه لم تستوحشوا بليل ولا نهار؟ هذه الأفكار لا تطرأ على بالكم أبدا. قولوا بسم الله وبالله وتوكلت على الله، وإنه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، اللهم اجعلني في كنفك وفي جوارك، واجعلني في أمانك وفي منعك، وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قل هذا الدعاء 14 مرة بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء، أو أنك تريد أن تقرأه في أي لحظة من لحظات اليوم مرة واحدة، ولكن الأفضل بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء 14 مرة. اختار الوقت الذي يناسبك، إما بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء، قبل صلاة المغرب أفضل أيضا، فاختر من هذه الأوقات وسوف تذهب هذه الأفكار حتما بضمان الإمام الصادق عليه السلام. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.